والله وبصراحة فخر مرة كبير لنا وشيء نعتز فيه كلنا يعني. شعور جميل ومتقدم للتقدم لهذا الوطن. والله كله فخر يعني، الله يوفقها إن شاء الله وترجع للخير البلد ولأهلها والناس كلهم إن شاء الله. هو حدث كبير تاريخي مهم يحسب لإنجازات هذا الوطن الكبير. شعورنا عموما كشعب دائما يملأه الافتخار. أحس بالفخر يعني، وهذا الشيء اللي راح يصير صراحة. أشعر بالفخر والاعتزاز كوني سعودية وأن هذا الحدث بيمثل الوطن. شيء يعني مشرف للبلد، يعني الحمد لله أنه في ازدهار وكل يوم نشوف حاجة جديدة يعني للبلد، فنحمد الله على ذلك وإلى المزيد بإذن الله تعالى. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.